رودي، إذا قلت لك بأن ستيفانو خارج التوب 10 للمدربين الإيطاليين، هل هذا صحيح؟ توب 10 مدرب إيطاليا حاليا هو خارجه. ربما لا، ليس حاليا على الأقل. أنشيلوتي مثلا هو الأفضل الآن، ولكن ربما بين أفضل 10 مدربين في الأعوام الماضية. إذا ما فكرنا مثلا بأكبر الأسماء في الماضي، تراباتوني، أريغوساكي، من الواضح أنه حاليا ليس من بين أو ضمن هذا المستوى، ولكن قد يكون خيارا جيدا على المدى المتوسط أو البعيد، كما أنه في نادي النصر ستيفانو بيولي المدير الرياضي هيرو ليس مقتنعا تماما بستيفانو بيولي، ولكنه ربما يفضل مدربين آخرين، وستيفانو بيولي ليس خياره الأول، ولكن من الجهة الأخرى مع فيينغا ولبيف فكلهم كلهم يعتبروا بيولي الخيار المناسب. جميل. There is not a unique position, and this is important to underline. بالتالي فمن الضروري جدا أن ندرك أنه ليس من بين الأسماء unique correct position, but التي ربما هي الأفضل لهذا المنصب، ولكن كما قلت بلا شك سيكون خيارا جيدا لبيئة نادي النصر بشكل عام. جميل. رودي، أنا أحييك جدا يعني على دعمك الكبير لابن بلدك بيولي بهذا الشكل، رغم اعترافاتك بأنه مدرب لا يملك إلا الهدوء. يعني الحقيقة أول مرة يمر علي في تاريخي أنه رجل يقول مدرب جميل لأنه هادئ، يعني لديه هدوء عظيم. أكثر من ذلك ماذا لديه؟ كلا، ولكن هذا الجانب مهم جدا من شخصيته. بينما نفكر مثلا بمورينيو، مورينيو هو أيضا مدرب لديه أسلوبه المميز، ولكن أنشيلوتي، إذا ما أردنا أن نتحدث عن أنشيلوتي فبلا شك أنشيلوتي هو مختلف تماما، أقصد بإنجازاته. صحيح. ولكن طيب، أنشيلوتي مقاربته مشابهة لمقاربة بيولي، فهو يتحدث كثيرا مع اللاعبين ودائما قريبا منه في كل لحظاتهم سواء داخل أو خارج الملعب. جميل. من بهذا الشكل أعتقد بيولي مشابه لأنشيلوتي. طيب. بلا شك في العام الماضي في أي سي ميلان واجه بعض المشاكل، وربما لم يديرها بكل براعة، وبالتالي تخلص منه أي سي ميلان، وكما أنه لم يحقق النتائج الكبيرة، وكما شاهدنا اليوم خسروا 1-3 ضد ليفربول. ولكن بيولي لديه المد والجزر خلال مسيرته، ولكن أعتقد أنه سيكون مناسبا لهذه البيئة، ومع تشكيلة نادي النصر الجيدة ربما يكون خيارا جيدا، ولكن الوقت سيبرهن ذلك.